عمال 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 عاشوا الاتحاد عاشوا الاتحاد عاشوا الاتحاد الغربي للشمال. اليوم الطبقة العاملة يعني كتخلد واحد العيد ديالها، العيد الأممي اللي هو عيد الشغل فاتح ماي ديال 2024 اللي هو كله انتظارات. فمن طبيعة الحال يعني اليوم كاين واحد البشرة اللي من طبيعة الحال سوف تزف للطبقة العاملة وللموظفات والموظفين، ألا وهي يعني الزيادة في الأجور اللي من طبيعة الحال يعني وصلت لواحد 1000 درهم صافية بالنسبة للقطاع العام، وكذلك واحد الزيادة ديال 10% للقطاع الخاص اللي من طبيعة الحال غادي يكون تفعيل ديالها ابتداء من يناير 2025، والشطر الثاني ديالها اللي هو 10% يعني غادي يكون في مطلع 2026. فهذه أمورات ولا هذه امتيازات اللي حصل عليها الاتحاد المغربي للشغل في المفاوضات ديالو يعني الأخيرة مع الحكومة. ومن طبيعة الحال كاين هنا واحد التخفيض الضريبي اللي من طبيعة الحال هو في حد ذاته زيادة عامة اللي غادي تجود الأجور ديال الموظفات والموظفين. ومن طبيعة الحال يعني سوف يعني الاتحاد المغربي للشغل سوف يواصل النضالات ديالو المستمرة دفاعا عن باقي المطالب المشروعة اللي هي كتنتظرها الشغيلة وكينتظرها الموظفات والموظفين يعني بصفة عامة. ومن طبيعة الحال غادي نبقاو دائما نواصلوا الكفاح ديالنا والنضال ديالنا خدمة لهذا البلد هذا وخدمة للطبقة العاملة. نحن في الاتحاد المغربي للشغل ككل سنة نحتفل باليوم العالمي للشغل، وهذه السنة جاء بعد نهاية ماشي نهاية وإنما مرحلة، نهاية مرحلة من مراحل الحوار الاجتماعي اللي اتصلت فيه النقابة ديالنا العتيدة مع الحكومة ومع باقي النقابات بالتوافق زيادة 1000 درهم بالنسبة للقطاع الوظيفة العمومية، وخفض نقطة من الضريبة كانت 38% ولا 37%، ورفع 10% من بالنسبة للقطاع الخاص سميك وسمك، وبالنسبة للقطاع التعليم وباقي جولات الحوار متتالية بالنسبة للتقاعد. وحنا معاهم وحنا ملفنا المطلبي هو ألا نمس بالتقاعد وتمرير قانون الإضراب، لا لتمرير قانون الإضراب المجحف. وبالنسبة للتعليم نحن كجامعة وطنية للتعليم إقليميا جهويا وطنيا كنطالب الوزارة بتوقيف أو إلغاء جميع المجالس التأديبية مع إلغاء جميع العقوبات. هذا الملف اللي شائك ودابا 4 شهور الناس موقفين، وحنا فين ما كان شي اجتماع او كان شي لقاء او هذا الملف الوحيد اللي كنطرحوه الاول اللي كيتصدر لنا الملف المطالب هو الموقوفين. المرجو من الوزاره انها تلغي جميع المجالس التأديبية. كباقي العمال اليوم نحتفل بعيد العالمي لاظهار صوتنا مع زملائنا العمال لنبين معاناتنا في القطاع من حيث هزالة الاجور وكذلك الوضعية الاجتماعية داخل المؤسسات سواء الفندقية أو الخدماتية، لنعبر عن مدى تعاسة العمال بصفة يعني غتكون فيها شوية ماشي مبالغة ولكن الواقع نظرا لارتفاع الأسعار وهزالة الأجور فالعامل يعاني في صمت. وهذا اليوم يتيح لنا أن نظهر معاناتنا كباقي العمال ونطلب من الله أن ينصرنا وينصر جميع المستضعفين في الأرض وأن ينصر إخواننا في فلسطين. فاتح ماي هو اليوم العالمي الذي يتيح للعمال أن يطالبوا بجميع حقوقهم المشروعة طبقا للدساتير والقوانين المعمول بها في العالم. هذا هو اليوم العالمي، يعني يظهر الإحساس ديال أي عامل، الإحساس المكبوت أو الصامت داخل يعبر به من خلال الشعارات أو الهتافات التي يقول بها. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.